ديالنا اليوم هي وقفه احتجاجيه. هذه وقفه احتجاجيه كاين على الصعيد الوطني، مش عارف اللي داك في كازابلانكا ولا كاين على الصعيد الوطني كامل. وجات الوقفه الاحتجاجيه بعد واحد الاتفاقيه اللي درناها في مراكش في جوان 2019 مع الوزاره الوصيه، هي الا وهي وزاره الداخليه، والشركاء الاجتماعيين هي الجمعيه الوطنيه لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب. وفي هذه الاتفاقيه كانوا الشركاء الاجتماعيين، كان المدير العامل المسؤول على القطاع ديالنا في وزاره الداخليه، وكانوا المدراء ديال جميع الوكالات. والاتفاقيه تم فيها درجنا فيها عده مطالب، ولحد الان هذه المطالب ما تحققت حتى شي مطلب. بالنسبه للمطلب الاساسي وهو تنطلبوا بانه تكون بان العمال والمستخدمين ديال القطاع ديالنا ديال التوزيع تما يتمتعوا بهذاك الزياده الاخيره ديال 500 درهم. هذه تقسيمه منا كقطاع، واخا هو قطاع حيوي وقطاع حساس وقطاع منتج وذو مردوديه عاليه في المغرب وخاصه في الدار البيضاء. وكاين عاوتاني طالبنا بانه منحه بان العمال ديالنا حتى هما يتمتعوا بالمنحه ديال التوقيت المستمر. وكاين عده نقاط اخرى اللي درجناها ولكن حتى وحده منها ما تطبقات. شكون ما طبقهاش وكان التماطل منه؟ وهو وزاره الاقتصاد والماليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.